رجال ومواقف، عظماء مروا وتركوا الأثر، فسجل التاريخ المغربي أسماءهم ومواقفهم بحروف من نور. برنامج رجال ومواقف مع الدكتور يوسف العلوي، إعداد وتقديم زكية حداد. لازلنا مستمعينا الكرام مع القرن التاسع الهجري وأقطابه، وهذا الأسبوع مع قطب في التصوف الطرقي أعاد تأطير المجتمع خلال هذه الفترة وتنظيم التصوف، اسمه محمد بن سليمان الجازولي. باسمكم جميعا مستمعي الكرام يسعدني أن أجدد الترحاب بالدكتور يوسف العلوي، أستاذ باحث بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية مبدع فاس، أستاذ في السيرة النبوية، متخصص في تاريخ المغرب. أستاذ الكريم دائما مرحبا بكم. بارك الله فيك أستاذ الكريم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله هذا البرنامج وهذه الإذاعة وكل مستمعيها. إذن نحن دائما بالقرن التاسع. نعم. القرن الصعب في تاريخ المغرب، من أصعب القرون فعلا، حصلت به تحولة جذرية كما ذكرنا في الحلقة السابقة. نعم. فهو بداية التوغل الأجنبي. صحيح. داخل الأراضي الشمالية المغربية، وأيضا هو فترة انتقالية من الدولة المرينية إلى الدولة الوطاسية، وقد بسطنا الكلام عن هذه الأمور في الحلقة السابقة. إذن لو نتكلم أكثر عن هذا القرن، وما هو دور الأقطاب، أقطاب الصوفية خلال هذه الفترة؟ نعم. خلال الحلقة السابقة تكلمنا عن عالم كبير. صحيح. كيف أنه قاد المجتمع أو حاول قيادة المجتمع إلى بر الأمان عن طريق يعني الحماية الذاتية أو تكوين كتلة مع الصوفية لحماية المجتمع، لأن الدولة لم تعد قادرة على القيام بهذا الدور. نعم. الآن هذا شيخ من شيوخ الصوفية محمد بن سليمان جازولي. صحيح. دائما نتساءل ما هو دور الأقطاب العلماء في هذه الفترات الصعبة في تاريخ أي مجتمع. لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ محمد بن سليمان الجازولي رحمة الله تعالى عليه، السملالي السوسي الشريف الحسني، هكذا، ولو أنه انتسبا إلى قبيلة جزولة إلا أن نسبه يرجع إلى الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فهو شريف حسني، هكذا يذكر أهل النسب. الرجل من الشخصيات الخطيرة في تاريخ المغرب، أنا زعما من أغرب شخصيات المغرب هذا الرجل، وطبعا هذا أشهر من نار على علم، يعني لست أنا من سيبين قيمة هذا الرجل، وقد طبق شهرته الآفاق، يعني ما من أشهر شخصيات المغرب. إنما السؤال المهم الذي تفضلت بطرحه في بداية هذه الحلقة عن بن سليمان الجازولي رحمة الله تعالى عليه، هو لماذا بن سليمان الجازولي، وما أهمية الأعمال التي قام بها بن سليمان الجازولي في هذه المرحلة؟ إذا كان التصوف المغربي مر بمرحلة زهدية ما قبل التصوف، ومرحلة النشأة والتأسيس في الفترة الموحدية، ومرحلة ديال بداية التنظيم مع الشيخ الكبير الذي سبق أن عرفنا به اللي هو أبو محمد صالح بن ينصار المقري رحمه الله، ومرحلة تقعيد، مرحلة يعني تنظير للتصوف مع ابن عباد رحمة الله تعالى عليه، فمع ابن سليمان الجازولي بدأ التأطير الصوفي على حقيقته. التأطير الصوفي، يعني الاستقطاب الصوفي والتأطير الصوفي والتنظيم الصوفي، حقيقة هذا الرجل له الدور الأساسي فيه. نعم، شخصية الشاذلي رحمه الله شخصية مؤسسة، وهو من أتباعه، هو شاذلي طبعا، طريقته طريقة شاذلية. نعم. هذا بن سليمان الجازولي، بل قل هو الذي أحيا الشاذلية في المغرب، وهو الذي نشر المذهب الشاذلي في المغرب، فدوره كان رحمه الله تأطير المجتمع وفق النظرة الصوفية الشاذلية، وبذل جهدا كبيرا جدا في هذا الأمر، وجهده كان جهدا تنظيميا تأطيريا أكثر منه جهدا تأليفيا، أو قل تدريسيا. هذا ما كان يقام به قبل الآن، يعني دور تربوي تدريسي تعليمي لهذه الزوايا. دوره هو كان أكثر بغينا نقول حركية في هذا في هذا في هذا الأمر، يعني عادة الشيوخ الصوفية كان يؤسس مسجدان، رباطان، رابطتان، زاوية، وينتظر يعني قدوم المريدين فيتربون على يدي لفترات معينة. لا، الجازولي عنده خدمة واحدة أخرى. الجازولي بدأ هو يستقطب الناس لزاويته، هو الذي يأتي بهم، يستدعيهم، يرسل تلامذته ليأتوا بشيوخ القبائل وبالعلماء وكذا وكذا، ويدوزوا مرحلة تربوية، يعني يجتازوا مرحلة تربوية عنده في الرباط دياله في أفوغال نواحي أسفي، ثم بعد ذلك هو الذي يبين له المنطقة اللي يكونوا فيها.
إذن كان هناك جهد استقطابي تجميعي، صحيح. لأن المرحلة كانت تستدعي هذه الحركة. صحيح. كان المغرب يحتاج إلى استقطاب كل الرؤساء، كل الشيوخ، كل كلمة الشخصيات كل المهمة. ربما صعبة أستاذة، كلمة يعني كل صعبة، ولكن الغرض هو أن الرجل أيضا، وإحنا كعرفوا أن ابن سليمان الجزري رحمه الله ولد سنة 807 ومات سنة 869 حتى 875 حسب الاختلاف، والراجح في هذه الفترة هذه 869-870 تقريبا مع نهاية الدولة المرينية في نفس المرحلة ماتوا بجوج. احنا قلنا على ان هذه المرحله هذه مرحله بدايه التدخل الاجنبي، مرحله ضعف الدوله المرينيه على القيام بدورها في حمايه المجتمع وحمايه الدين وحمايه الاعراض. المستنيرين من 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 ابناء هذه الامه ومنهم بن سليمان الجازولي بداوا يفكرون في انه المجتمع خصو يتحرك، المجتمع خصو يقوم بما عليه ان يقوم به. نعم. فلذلك نرى يعني واحد المجهود جبار بذله هذا الرجل لاعاده تنظيم المجتمع. وهنا كنقول زعما في الفرق الكبير بين الصوفيه المغاربه والصوفيه المشارقه، غالبا عندما نقرا عن صوفيه المشرق نقرا عن اناس عموما ما الجهاد بعيد عنهم، عموما مساله العمل بعيد عنهم، ناس ديال التكايا، ناس ديال نبذ العمل ونبذ الاسباب وكذا، ومواقف يعني متخاذله في مواجهه المستعمرين الاجانب. بينما في المغرب نجد ان الذي أطر حقيقة المجتمع المغربي للدفاع عن حوزة البلاد في هذه المرحلة وفي المراحل اللاحقة هم رجال التصوف، ومن نخبتهم بل رمز وقطب كما يعبرون عنه في هذا الأمر هو محمد بن سليمان الجازولي رحمه الله، والدور الذي قام به في تاريخ المغرب. إذا كانت هناك هذه الطاقة التجميعية من أجل هدف معين هو طرد المستعمر الأراضي الوطن. أساساً لذا أن الحافز الأجنبي أدى إلى 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 شيء كهذا، ولهذا كان يسمي أتباعه بالمجاهدين. نعم. وكان يكونهم لأجل هذا. وسندرس مثلا عن عدد ديال الزوايا وعدد ديال بين قوسين أشبه بإمارات جازولية نشأت في المغرب، وهي التي كانت أساسا تدافع عن حوزة البلاد، ثم تجمعت وبايعت السعديين للقيام بهذا الدور أساسا اللي هو طرد الغزاة الأجانب. نعم. إذن قبل أن نغوص في هذه التفاصيل، كيف قامت هذه الشخصية التي سميتموها الخطيرة بهذا الدور الخطير؟ أولا نلقي الضوء على الشخصية ذاتها، يعني كيف تربت، أين تعلمت، يعني كيف، من الذي خول له أن يكون هو من يقوم بهذا الدور التجميعي التنظيمي التأطيري؟ بن سليمان الجازولي إذن هو من هذه الناحية ديال الأسفي، من هذه القبيلة السوسية، وهذه منطقة ما ليست من منطقة الهيينة. درس ما يدرسه أمثاله، فإني حافظ القرآن الكريم ودرس له نصيب محترم من طلب، ودرس بمدينة فاس وبيته بمدرسة الصفارين معروف، وقالوا إنه كان يحفظ ما يحفظ يعني أقرانه من العلوم التي تدرس بمدارس فاس. وذكروا له رحلة مشرقية وصل فيها إلى مصر، وصل إلى بلاد الحجاز طبعا، ووصل إلى بلاد وصل إلى القدس الشريف، والتقى في كل هذه المناطق بعدد من الشيوخ. هذه الرحلة دامت 7 سنوات، ورحلته شبيهة بالرحلة ديال الشاذلي رحمه الله. نعم. كان يبحث عن القطب المربي، ويبحث في ذاك المرحلة ديال القرن السابع اللي كانت هجوم ديال مواقع المسلمين، ومرحلة القرن التاسع أيضا ربما التحدي صار أخطر، فالمستنيرين كانوا يبحثون ما الحل، شنو يمكن يدار، وابن سليمان الجازولي كان من هؤلاء. ثم رجع إلى فاس مرة أخرى، وبعد ذلك انتقل، يظهر أنه كأنما أحس أن الجو في فاس غير مساعد، يظهر هذا طبعا هي استقراء، وإلا لبقي هناك ولا ناضل إلى صح التعبير، وهنا في وسط العلماء ديال فاس. بدا له كأن المجتمع ديال العلماء في القرويين في فاس في واحد الدائرة ما مغلقة، طلبة العلم وكذا ويناقشون، والمتون والكتب والعلماء والشيوخ والحواشي والشروح وهلم غير مؤهل للحركة للخروج، يظهر أو لا لم تناسب شخصه. نعم. يظهر أنها لم تناسب شخصه، فلذلك كان هو يبحث عن فضاء ربما أرحب وعن مجال أخصب للحركة والعمل، فرجع إلى موطنه بأفوغا النواحي أسفي، ثم وهذا تقريبا كان المجال ديال العمل دياله إلى أن مات. قيل مات مقتولا مسموما سماه قالوا بعض الفقهاء أو بعض المسؤولين هناك، فمات في وهو يصلي صلاة الصبح سنة 869 أو 870. هذه تقريبا خلاصات عن حياة هذا الإمام الكبير محمد بن سليمان الجازولي. إذن من أين سيبدأ عمله التنظيمي؟
كيف، ما هو القرار الذي سيتخذه؟ هل سيتخذ القرار لوحده بمشورة مع ناس آخرين؟ هل سيبدأ عمله من أي نقطة مركزية يبدأ، يعني في التوسع كما ذكرتم؟ هو الأستاذ العمل ديال الشيخ بن سليمان الجزولي رحمة الله تعالى عليه عمل ديال أي شيخ صوفي. وعندي واحد المسألة واضحة، أن الرجل كأنما سار على نفس نهج أبي محمد صالح بن ينصار المقري في أسفي أيضا. هو أساسا تلقى التصوف عن الشيخ أبي عبد الله أمغار الصغير، ماشي المؤسس الأول، وهو وارث في منطقة تيت معروفة دابا في النواحي ديال الجديدة، ثم انتقل إلى منطقته وأسس رباطه. نعم. وفي الرباط في رباطه كان يربي، في رباطه كان يربي المريدين، ولكن كان عنده همة عالية جدا في التربية ديال المريدين، ويظهر أن حتى المجتمع كان مؤهلا لقبول آرائه. والرجل كان بسيطا مبسطا، وهذا سيظهر في يعني من أهم الملامح اللي جعلته يكون مقبول، هو أن التصوف دياله، طريقته في تلقين المريدين، تربيته الصوفية، أعماله التي كان يقوم بها كلها أعمال بسيطة أقرب إلى عامة الناس. حتى قال أحد الشيوخ في التاريخ، يعني عندما حدثته عن هذا، قال هذا تصوف البادية أو تصوف الشعبي أكثر من تصوف النخبة إن صح التعبير، أو تصوف العالم اللي مثلا تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن العبدوسي، أو عندما تحدثنا عن رشيد بن أبي رشيد الوليدي، أو غيره من العلماء ديال فاس وديال الأمصار. هذا تصوف مجددا في برنامج رجال ومواقف، ومرحبا بنا للحديث عن الشيخ محمد بن سليمان الجازولي صاحب دلائل الخير. أستاذ يوسف العلوي، تكلمنا قبل الفاصل عن التصوف عند ابن سليمان جازولي. نعم. ذكرتم أنه كان لديه هدف بعيد، هو تجميع الرؤساء وكبار يعني الشخصيات بالمغرب ككل من أجل إخراج المستعمر، ولكن بدأ تصوفه بتجميع البسطاء من الناس. وذكرتم أن تصوفه كان قريب من الناس يعني العاديين، يعني لم يكن تصوف عالم كبير، كان تصوفه بسيطا، حاول تبسيط التصوف لعامة الناس. وعندما أقول عامة الناس، لا أقصد فقط البسطاء من الناس، رؤساء القبائل وكبار القادة ديال القبائل والمناطق، فما كيكونش عنده ثقافة عالية، ماشي هما علماء القرويين. ولذلك هو كان يستقطب رؤساء القبائل اللي هما اصلا بسطاء، ماشي كلهم علماء او تخرجوا من القرويين. فلذلك كان قل بسط التصوف ليستطيع استقطاب هؤلاء. لا، العمل اللي قام به الاستاذ عمل في غايه الدهاء، هذا رجل في غايه الذكاء. انت دابا قلتي بن سليمان الجازولي صاحب الدلائل، انا غير كتقول محمد بن سليمان الجازولي، نذكر كتاب دلائل الخيرات. كتاب دلائل الخيرات هذا نجعله منطلق ديال هذه الكلمات اللي بقات على بن سليمان الجازولي، باعتبار تقريبا فيه المشروع دياله. التصوف ديال بن سليمان الجازولي قطب الراحه فيه هو الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. تقريبا الاوراد دياله قائمه على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الاهميه ديال هذا الصلاه، كل شيء كيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هذا واجب علينا، لكن ان تكون محور ديال التربيه الصوفيه ديال بن سليمان الجازولي هذا شيء اخر. فيها التوجه الى الاشراف، فيها هذا المعنى، وهو ايضا كان صاحب نسب شريف. فاذا كاين التربيه الصوفيه وكاين الحس السياسي من وراها والاجتماعي. حاضر. لانه كان هناك دهاء. لا شك في ذلك. يعني كتاب دلائل الخيرات راه موجود ومطبوع وشرح عده شروح، واهتم به زعما نقدر نقول في تاريخ المغرب من بعد بن سليمان الجازولي كان القران الكريم ودلائل الخيرات من بعد منه في الاهتمام. زعما استطيع ان ازعم هذا، خصوصا عند الناس الشعبيين وعند الزوايا. الناس وعدد من الاصدقاء ديالنا كيحكيوا لنا على انه في الزوايا المختلفه في المغرب كان الناس عندهم القران الكريم كيقراوا الاحزاب ديالو، يعني الحزب ديال المغرب والحزب ديال الفجر، وعندهم دلائل الخيرات مقسمينه حتى هو على 30 جزء كيقراوا منه كل نهار، حزب من احزاب ورد من اوراد ديال صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم كتابه لعده لغات، وخصوصا عند الاعاجم. عاتي ذلك كنشوف فيه الاهتمام ديال الاتراك بدلائل الخيرات غريب جدا. كتاب مقدس عندهم هذا الدلائل الخيرات، وعند الهنود والفرس، يعني المشارقة عموما والاعاجم خصوصا اهتموا بكتاب دلائل الخيرات اهتمام منقطع النظير. ومنين كتقلب على القيمة العلمية ديال كتاب دلائل الخيرات، شنو فيه؟ هو جمع مجموعة ديال الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، جمع مجموعة ديال الصلوات المأثورة اللي وجدها سواء عند العلماء ديال السلف كلهم ورجال التصوف وكذا، واضاف من عنده. وبعض العلماء كيقولوا، بعض الدارسين في التاريخ كيقولوا على ان هذا كان بحال شكل ديال برنامج تربوي للاسره ديالو، داروا لمراته ووليداته كذا، والناس مراته ولا وليداته الناس بسطاء وفي منطقه لسانها امازيغي لم يتعرب تعريبا قويا، فلذلك دار لهم كتاب لائق بهم.
ولكن الناس بعد ذلك الأتباع دياله المريدين دياله المريدين للمريدين اهتموا بهذا الكتاب ونشروه واحد الانتشار يعني يقولوا انتشار النار في في في, في الهشيم. مع أنه فيه أحاديث موضوعة وفيه كلام يعني انتقده العلماء يعني بشكل كبير انتقدوا عليه، وجل العلماء اللي هذا سلموا له حاله ومن كيوقفوا معاه كيناقشوه داك الشيء ما كاينش منه، ولكن يسلمون له حاله. قال لك ليس بسبب إخلاصه وصدقه، بعض الألفاظ القلقة فيه سلكوها له بسبب ما كان معروفا عنه رحمه الله من صدق. لأن نعود إلى أهمية هذا الكتاب في ذلك الوقت. صحيح. أن المؤلف ألفه لهدف معين. نعم. أنه كما ذكر سمير استقطاب رؤساء القبائل والأشراف، إذن فيعني أهم وسيلة لاستقطاب الناس بسطاء لتجميع كل يعني القوى الموجودة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأمر لهدف معين في تلك الفترة، أدت يعني الكتاب أدى مهمته ودعا صيته فيما بعد. صحيح. إذن نعود الآن إلى طريقة ابن سليمان الجازولي للخروج من الأزمة. إذن بدأ التصوف عنده بهذه الطريقة البسيطة، تجميع بسطاء الناس وتربيتهم حول حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الوصول إلى رؤساء القبائل، ثم بعد ذلك يعني كيف استطاع أن هو قلت كان عنده هذه العقلية التجميعية التأطيرية، يجمع الناس العلماء ورجال التصوف كان المريدون يسمعون بهم فيأتون إليه ويتربعون. هذا دولة كيدير العكس، هذا هو يعني قالوا مثلا واحد الجملة عجيبة جدا في كتاب أعتبره كتاب مهم جدا في التاريخ له والأتباع دياله، كتاب اسمه ممتع الأسماع في الجازولي، تلميذ ديالو المباشر والتباع شيخ عبد العزيز التباع ده في مراكش، في الجازولي والتباع وما لهما من الأتباع، ذكر فيه على أن الشيخ محمد بن سليمان الجازولي ربى أكثر من 12,000 ديال المريدين، هكا عطى الرقم بالضبط، قال 12,665 مريد، ومنهم يعني نخبة عالية جدا من كبار الشيوخ الذين لهم واحد الجهد، أنا زعما هاد الناس العمل التنظيمي اللي قاموا به عمل رهيب جدا، هاد العمل التجميعي اللي قام به والعمل التأطيري اللي قام به عمل ماشي سهل، ما عمرنا قرينا على شي شيخ قبل من الجازولي هذا الرقم ولا قريب من هذا الرقم، يعني الناس اللي وصلوا بعض مئات كنقولوا راه هذا عنده بزاف، لكن 12,000 وكذا دل على أن الرجل كان عنده أولا جهد، ودل على أن المجتمع كان قابل لهذه المسألة هذه بسبب هذا العيث الأجنبي، بسبب الضعف ديال السلطة، فالمجتمع كله في هذا الرغبة وفي هذا التوجه، كان هناك تعطش لما في هذا التجميع هذه الشخصيات. صحيح. المجمعة. وقالوا هو مثلا من العمل اللي كان يقوم بها كان يرسل تلميذه محمد الصغير السهلي، هذا في الحيينة، كان يرسله قال يتصيد الرجال، هذه يتصيد الرجال، معناه ذاك الاستقطاب المبني على أساس يعني غادي يشوف الشخصية النافذة في القبيلة أو الشخصيات النافذة في القبيلة المعينة هما اللي غادي يستقطبهم، لأن منين غادي يجيبهم عنده غادي يكونهم يصيروا من الأتباع ديالو، القبيلة كلها تولي من الأتباع ديالو. شنو كيدير بعد ما كيقضيوا مدة معاه في الرباط ديالو في أفغان، يرسلهم وهو الذي يحدد لهم الأماكن اللي غيشتغلوا فيها، انت غتمشي دير الزاويه انت غدير الزاويه في المنطقه الفلانيه وانت غتمشي للمنطقه الفلانيه وانت غتمشي للمنطقه الفلانيه، واستطاع في الحقيقه بهذه العقليه التنظيميه المرتبه جدا وندها ادير هذا الرجل، ولهذا هو ده هي فعلا من دهات تاريخ المغرب، استطاع في واحد فتره وجيزه الاتباع ديالو يعني ينتشروا انتشار عجيب جدا في البادية المغربية أولا، ثم حتى في المدن المغربية، حتى صارت فاس وغيرها يعني نخبتها علماؤها فيها الزاوية جلها تبع لبن سليمان الجازولي، وكان لهم جميعا هذا الهم الذي غرسهم فيه هو يعني مواجهة المستعمر وتكوين هذه القوة. لا شك طبعا الهموم تتوالى والهموم تتجدد، لكن الهم الأول أو قلت الخدمة الأولى اللي قام بها هو التأطير لأجل هذا، ولهذا كان كيسمي الناس ديالو الأتباع ديالو المجاهدين والذين يحاربون أعداء الله. نعم. هذا كان واضح عنده، وقلت أنه من الأتباع ديالو الذين أطروا الناس لمواجهة البرتغال ومواجهة الإسبان الذين احتلوا شواطئ المغرب، لم يجد الناس غير أتباع الجازولي لتأطيرهم وقيادتهم لمواجهة المحتل. لم يستطع في الحقيقة أن يقوم بهذا الدور ربما في حياته، لأن إجلاء المستعمر عن شواطئ المغرب لم يتم. كان مازال ما وصلش، كان مازال ما دخلوش، لكن مازال ما دخلوش، يعني هي بحياة يعني في هذه المرحلة ديال يلاه بدايات دخول البرتغاليين إلى الشواطئ المغربية في زمن بن سليمان الجازولي، لكن بعد منه سيدخلون، ومعناه الرجل كان حاس لأن الساعة اللي تحتلت سبتة في 1818 ومن بعد منها طنجة قبيل وفاته بقليل أو
عند وفاته بقليل، معناها كان عارف على انه يعني هي جايه اصيله، وهي جايه العرايش، وهي جايه الصويره الى اخره، حتى وصلت حتى الاكادير وتحت اكادير. اذا كان هناك هذا التوقع وهذا الوعي وهذه اليقظه فتبعتها حركه. المستنيرون يشعرون بهذا استاذ، المستنيرون الذين يقرؤون الواقع يشعرون، بس ليش شخصا عاديا بسيطا لا يفهم. فلذلك عمله والعمل ديال الاتباع ديالو كان عندهم مجهود كبير. قلت قد نختلف معه في بعض افكاره، قد نختلف بعض الصلوات التي اوردها، في بعض الاحاديث التي اوردها، والعلماء بحقيقه العلماء اللي هما اهل الحديث ردوا عليه عدد من من من, من الامور، وبعضهم انتقد عليه ونقم عليه عدد من الامور التي اوردها في كتابه، وبعضهم سلم له حاله لما علموا من صدقه ومن من قوته في في, في الحق، وهذه زعما اعتبروها من ذاك الجمل القلقه التي يقولها الصوفيه في احوال معينه، ولكن قد تختلف معه في الافكار ديالو، تختلف معه في الاقوال ديالو، ولكن العمل التاريخي الذي قام به عمل ليس بالهين وليس عمل شخص عادي ابدا. ويجب ان نربط الامور بالوقائع بالازمنه، لان هذا الظروف الخيرات لماذا كسبه الشيخ الجازولي في اي ظروف، من اجل اي هدف؟ الان نحن لدينا مشاكل اخرى، يعني هواجس اخرى، اذا نحتاج الى امور اخرى للخروج من ازماتنا التي نعيشها نحن، فليس ان نعود الى فترات سابقه دون ان نفهم. يعني جزاك الله خيرا، يعني ذكرتني بامر، يعني حضرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا علميا لاحد الشيوخ هناك، الشيخ درس كامل ساعه ولا ساعه وزيد وهو يتحدث عن دلائل الخيرات لابن سليمان الجازولي وينتقده كذا وقال كذا وهذه ما كايناش وهذا الحديث كذا كذا، ونزل عليه بذاك العقليه الكذا. انا تمنيت الاولى سميتو لما نقول له لي سؤال واحد، الله يخليك الشيخ، سول هاد الناس اللي حاضرين مع كلهم شكون فيهم قاري دلائل الخيرات، يعني واش هذوك اللي كان داك الساعات ما عارفين دلائل الخيرات، واش شكون هو بن سليمان الجازولي وغلط في التاريخ ديالو ما قاري عليه والو مسكين غير كيقبض. فاذا الرجل يجب ان يقرا في زمانه، وكتاب ديالو التاثير ديالو في الزمان ديالو الناس اهتمت به اهتمام غريب جدا. قلت حتى كانوا مقسمينه الاحزاب 30 حزب كل ليله كيقراو منها ويرد من الاوراد من 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 من, 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 من دلائل الخيرات. فالامر ماشي هين، والشخصيه ماشي هينه، ويجب ان تقرا في زمنها والتاثير ديالها التاريخي في زمنها. وطبعا لاهل الحديث للساده العلماء ان يناقشوه في افكاره بالحجج العلميه، وهذا متاح وهذا واجب، وبهذا يسمو العلم. هذا هو دور التاريخ، جرد الأحداث وجرد النوازل وجرد وقراءتها في زمنها لفهمها وفهم خلفيتها وفهم أهدافها والاستفادة منها لحاضر الأمة ومستقبلها. إذن كلمة أخيرة عن هذا الشيخ ثم نختم هذه الحلقة. هي نكتة وفاتها الأستاذة. الرجل قالوا إنه مات مقتولا، قالوا سماه بعض خصومه من الفقهاء، وعندي ما نعرف لأن ما ذكرت شي اسمية حتى شي حاجة الله أعلم. الرجل كان عنده خصوم كثير لا في أهل السياسة ولا في أهل العلم. التلميذ ديالو عمر، شي واحد سميته عمر السياف أو عمر المغيطي، قاد ثورة للانتقام من قتلته، ثورة سمت ثورة المريدين، والعلماء كيسموها ثورة الماريدين، الماريدين المارق بحال المارقين. وكان يحمل في تابوت ديال الجثة ديال الشيخ بن سليمان الجازولي، دايرها في تابوت نعم، ويقدمه بين يديه في القتال ديالو بحال التابوت ديال بني اسرائيل فيه سكينة من ربي يعني عواطف ديال كذا وعواطف الشيخ كذا. 20 سنة هو كيقاتل بقل كينتصر، ولكن يظهر انه كان غير منضبط، يظهر انه كان فيه قدر من، يعني ربما كان فيه ادعاء المهدوية، وعدد ديال الخرايف كان كيقولها، كان كيقول انه ما بقاش كياخذ الشرع لا من حديث ولا من قران ولا والو، هو الشرع ديالو هو ما يقذفه ربه في قلبه او داكشي اللي كيقول ربه مباشره، ولا شي كلام خطير جدا قال عمر المغيطي. هذا علاش يعني العلماء حكموا عليه بالزندقه. باختصار قتلته امراه لانه تزوج مرات الشيخ بن سليمان الجازولي، ويظهر ان طريقته معها ما كانتش هي هذيك، فهي اللي قتلته مرات الشيخ. فعندما مات دفن، عدك ساعه تدفن الشيخ بن سليمان الجازولي في بلاد بعد فتره طويله، يعني 20 سنه. وعندما قامت الدولة السعودية ودخلت إلى مراكش، يعني أحمد الأعرج مؤسس الدولة أو الثاني ملوك الدولة السعودية أرسل من أحضر يعني تراب الشيخ فدفن بمراكش بعد 62 سنة من الوفاة ديالو، حتى 1930. الرجل مات في حوالي 870 أو 869، وحتى 1930 عاد نقل ترابه، داكشي اللي بقى من العظيم ديالو بسبب فكر خرافي لشخص. لا ربما يعني ربما لم نحي السياسي، يظهر أن السلطان احمد الاعرج السعدي
تخوف من ان يقوم عمر المغيطي واحد اخر عاود يجبد التراب ديال الشيخ ويديروا فيه تابوت ويدير به مشاكل. فقال لهم جيبوا الشيخ يتدفن هنايا في مراكش، وبنى عليه ضريحا مزار من المزارات ديال مراكش، وهو من احد سبعه رجال المشهورين ديال مراكش، مدينه مراكش. رحمه الله الجميع. في نهايه هذه الحلقه دكتور يوسف العلوي، استاذ باحث بمؤسسه البحوث والدراسات العلميه مبدع فاس، استاذ في السيره النبويه، متخصص في تاريخ المغرب، لكم جزيل الشكر. وانتم مستمعينا الكرام، الى حين تجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء. رجال ومواقف.